لقد سمعنا أسباب أهمية الاستثمارات في السنوات الأولى، كما سمعنا كيف يمكن لإطار الرعاية في مرحلة التنشئة أن يساعدنا في ضمان بقاء الأطفال في كل مكان على قيد الحياة وضمان ازدهارهم ووصولهم إلى إمكاناتهم التنموية الكاملة. لقد نظرنا أيضا في وضع الأطفال الصغار وأسرهم على مستوى العالم وكذلك في السياقات الإنسانية. إليكم بعض الرسائل الأساسية التي نأمل أن تلهمكم لاتخاذ إجراءات في السياق لديكم. تشكل السنوات الأولى باب فرص. تعمل الاستثمارات في تنمية الطفولة المبكرة على تحسين رأس المال البشري وتزيد من التنمية الاقتصادية وتخلق مجتمعات يسودها السلم وتهيئ الأطفال لحياة مليئة بالنجاح وتمكنهم من أن يصبحوا أعضاء أصحاء يتعلمون ويساهمون في مجتمعاتهم. إذا كنا نريد مجتمعات وأفرادا يتمتعون بصحة جيدة وقادرين ومنتجين وسعيدين، فعلينا ضمان تمتع الأطفال بصحة جيدة وتلقيهم تغذية كافية وحمايتهم من التهديدات وإعطائهم فرصا للتعلم، كما علينا أن نتأكد من أنهم يتمتعون بتفاعلات مستجيبة وداعمة عاطفيا ومحفزة نمائيا. لا تنسوا المبادئ الثلاثة فيما تمضون قدما: تذكر والتعزيز والإضافة. تذكر: في كافة البلدان بدأت تحدث نشاطات تدعم الرعاية في مرحلة التنشئة في مجالات الصحة والتغذية والتعليم وحماية الطفل والحماية الاجتماعية. تذكروا أن تستمروا في الاستثمار فيها. تعزيز: قد لا يجري تطبيق السياسات والتدخلات الموجودة بشكل منصف أو بجودة مناسبة. قوموا بتعزيز الخدمات لكي تصل إلى كافة السكان، لا سيما العائلات والأطفال الأكثر ضعفا. إضافة: بشكل عام لا تدعم الخدمات كافة مكونات الرعاية في مرحلة التنشئة. قوموا بإضافة تدخلات مثل تلك المتعلقة بتقديم الرعاية المستجيبة أو فرص التعلم المبكر من أجل دعم أكثر شمولية للأطفال الصغار ومقدمي الرعاية لهم. بالنسبة إلى تعزيز الخدمات ستساعدكم التوصيات الأربعة التالية، وهي مأخوذة من دليل منظمة الصحة العالمية الإرشادي تحسين تنمية الطفولة المبكرة. أولا، تقديم الرعاية المستجيبة. يجب أن يحصل كافة الرضع والأطفال على رعاية مستجيبة خلال السنوات الأولى من حياتهم، وينبغي دعم الأهل ومقدمي الرعاية لتقديم الرعاية المستجيبة. ثانيا، تشجيع التعلم المبكر. على كافة الرضع والأطفال أن يتمتعوا بنشاطات تعلم مبكر مع أهل ومقدمي رعاية آخرين خلال السنوات الأولى من حياتهم، وينبغي دعم الأهل ومقدمي الرعاية للانخراط في التعلم المبكر لدى الأطفال والرضع. ثالثا، إدماج تقديم الرعاية وتدخلات التغذية. ينبغي إدخال دعم الرعاية المستجيبة والتعلم المبكر كجزء من تدخلات التغذية المثلى للرضع والأطفال. رابعا، دعم صحة الأم النفسية. ينبغي إدخال تدخلات نفسية الاجتماعية لدعم صحة الأم النفسية ضمن خدمات تنمية وصحة الطفولة المبكرة. بالقيام بالمذكور أعلاه يمكن أن نضمن حصول كافة الأطفال على الدعم الذي يحتاجونه، بمن في ذلك الذين يعيشون في أوضاع إنسانية. الرسالة الأساسية الأخيرة هي العمل معا لضمان حصول كافة الأطفال على الرعاية في مرحلة التنشئة وعدم استثناء أي طفل. يتطلب الأمر نهجا يشمل الحكومة كلها والمجتمع كله، العمل ضمن القطاعات وأصحاب المصلحة وعبرهم، تحسين آليات التنسيق والتعاون أو وضعها قيد التنفيذ على المستويين الوطني وما دون الوطني وصولا إلى المستوى المجتمعي. تذكروا أن لكل قطاع ولكل صاحب مصلحة دورا يلعبه.
نأمل أن يساعدكم ما سمعتموه هنا في تحديد بعض الخطوات المهمة القادمة ضمن سياقكم. تذكروا أن كل بلد في نقطة انطلاق مختلفة. استمروا في التفكير واتخاذ الإجراءات معا وسترون تقدما. معا يمكننا ضمان حصول جميع الأطفال في كل مكان على رعاية في مرحلة التنشئة. معا يمكننا ضمان بقاء جميع الأطفال على قيد الحياة وازدهارهم ووصولهم إلى إمكاناتهم النمائية الكاملة.